يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. واليوم خير وبركة، كل ساعة أطلع عليكم بسكود مضوج مني، أهم شيء هي هاي. عموما تحياتي لكم وتحياتي لكل القلوب الطيبة الكريمة اللي تعيش بهذا البلد، وهذا البلد المعطاء، هذا البلد اللي حصل ما حصل من الظلم، ومع الأسف لحد الآن، يعني لحد الآن الظلم ماشي، ومع شديد الأسف والله العظيم. احنا قد يكون السوي خارج عن الموضوع، ولكن انا اقول الى من يحكم هذا البلد والى من يقوم على هذه المحافظة مدينة الامام الحسين، عمي والله الامام الحسين يشور بكم، امتلكوا ولو قليل من الامانة في العمل. هل من المعقول أن الكهرباء وقت الإفطار أنه تقطع عن المدينة؟ هسه تقولون مولدات، أنتوا لا، أنتوا ما حاسين بالمولدات، إما عندكم ذهبي أو عندكم مولدات 24 ساعة حتى الشغل سبالت، بس الناس الفقرة يعني ما تقدرون تغيرون الساعات مالتكم وتخلون الوطني يجي قبل الإفطار بساعة ويظل ورا ساعة؟ لو موقتيها أكيد موقتيها، أكيد. ليش؟ لأنه أنتم ما تحسون بالناس، أنتم يوم اللي بيوتكم باردة. أنا ما أتحدث عن نفسي، أنا قد يكون أحسن حال، ولكن أتحدث عن الناس اللي عنده بنكة واحدة وما عنده فلوس يدفع مولدة. هاي البنكة الواحدة هم هي كارثة تصير عليها. أنتم في عالم آخر، مو عالمنا نهائياً، ولكن امتلكوا قليل من الشرف. خلينا نقول هيك، ما يصير انه هاي الناس الطيبة، هاي الناس المجاهدة، هاي الناس اللي ضحت ما ضحت، وهاي الناس اللي وصلتكم الى هاي المراكز، ما يصير هيك. انا سدا التزم بادب المكان اللي انا بيه كقناة اتحدث منها، والا عندي خطاب ثاني وياكم على غير، يعني على غير سليقة أتكلم وياكم. خلي يكون الشرف عنوان لكم، ولكم هاي خطية، هاي الوادم خطية، تريدون تعاقبون الناس؟ شو مسويت لكم الناس؟ تريدون تعاقبوها؟ تريدون تقولوا لهم للناس على أنه إحنا نريد نركعكم، نريد نذلكم؟ تطلع من عندكم طبعا، مو غريبة عليكم، كلش مو غريبة، طبيعي، كلش طبيعي، ولكن شوية خافوا من الله، هذا رب العالمين بده يشوفكم، خافوا من الله بهاي العوائل الطيبة، هاي العوائل الكريمة، هاي العوائل اللي متعففة. هل أن الحرام قد أخذ منكم ما أخذ؟ بحيث أنه أنت شون يطيق قلبك، أنا أتحدث عن أي مسؤول هنا موجود في هذه المحافظة، شون يطيق قلبك أنه أنت التبريد عليك وقت الإفطار وعوائل كهرباء ما عندهم حتى المروحة، شلون يفطرون؟ إلا أن تكون قد نزعت الإنسانية من عندك تماما، نزعت. وفعلا يأتي حديث رسول الله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأنا متأكد أنك أيها المسؤول، يا من أنت مسؤول عن هذه الكارثة وهذه الأزمة، فعلا أنت ما تستحي، فعلا ما تستحي. لو تستحي من الله وتستحي من أهل البيت، كان هواي أمور كان سويتها بهاي المدينة. أي مسؤول أنا أتحدث عنه معني بهذا الشأن؟ أنتوا بوادي والناس بوادي آخر، تفطرون ويا عوائلكم ومرتاحين، والتبريد يدق عليكم مولداتكم الضخمة خوش، وهو كله من لحم ثورة على قولتنا، كل هذني الأمور من فلوس هذا الشعب، وتالي متالي تريدون تعاقبون الناس بهاي الطريقة. امتلكوا قليل من الشرف، بس قليل من الشرف امتلكوا، على الأقل، على الأقل. أنا مسؤول عن كلامي طبعا، قناة ما مسؤول عن هذا الكلام، أنا مسؤول عن كلامي، الناس تعرفني، أنا أتحدث بصراحة. ولو قليل من الشرف، خلي يكون عندكم شرف وتستحون أمام الإمام الحسين، وانتوا تدعون على أنه قريبين، وانتو حامين هاي المدينة، وانتو تنتمون الى الامام الحسين،
امتلكوا قليل من الشرف ورجعوا الكهرباء للناس، رجعوها، لا تعاقبون الناس. ترى هاي الناس الشور بها 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 ناس اهل بخت، اهل حظ وبخت. الا الله يريد يعميكم، واكثر تظلون 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 اكثر وتزدادون في طغيانكم. وهذا ما نراه الان، فعلا ما نراه الان انكم ازددتم في طغيانكم، ولكن رحمه الله موجوده للطيبين، والغضب هم ايضا موجود، اكو لقاء يوم القيامه هناك. ولهذا اذا كنتم تمتلكون ذره من الشرف ساعدوا هاي الناس، رجعوا الكهرباء للناس. هي مو قضيه كهرباء، ولكن هي لانه حياه. شنو انا ادخل على عائله بها بنكه واحده؟ والله بها بنكه واحده، عائله الاب معوق وعنده اثنين اولاد معوقين، ممطول للبنيه، هيك هيك ممطول للبنيه قدامي، وتلوج من الحر، تلوج تلوج من الحر. هاي عندكم هيك شيء؟ لا بالعكس، عوائلكم مرتبه، اكلكم مرتب، التبريد ما ينقطع عنكم، بس ما تفكروا معي الناس. عموما اكرر ندائي الى من هو شريف في هذه المحافظه، الى من هو شريف، وادعو ايضا الاخوه بالعتبه الحسينيه والعباسيه ان يمارسوا ضغطا على هؤلاء لكي يكونوا على قدر كبير من المسؤوليه، والا ترى الناس تطلع عليكم والناس توصلكم الى مرحله انتم تريدوها، انتم تريدوها. سيعتبر تهديد او مو تهديد، هذا مو يمي يعني. أني في كلامي واضح، استحوا من الله واستحوا من الإمام الحسين، وخلوا هاي الناس تعيش. تحياتي لمن يشاهدين الآن في هذا البرنامج، وأنا بخدمة الإخوة والأخوات الذين ولو شوي تغير الموضوع، ويجوز أنه يعني حتى أثر على وضعي، لأنه أنا قبل شوي كنت أبتسم، ولكن مشكلة ما خلونا ابتسامة، ولا خلونا اصلا انه الانسان يعني اريح يكون اريح، لانه هم بعالم واحنا بعالم ثاني، وتالي متالي كارثة يفتتح لي جسر منا لهنا، ويسوون احتفالات ويسوون كذا على هذا الجسر اللي هو 10 امتار مثل 5 امتار. خلي يروحون يشوفون العالم غير مكان، خلال سنتين جسر بالصين 100 كيلومتر بفروع، مو جسر طولاني، وين؟ بالبحر سنتين، وهذا 3 اشهر فاتح لي جسر. شنو علم انت تضحكون على الناس؟ استحوا شوية استحوا، بس شوية مو وايد.